قطر يعني كل يوم كده نحب ننكشها شوية علشان هي يعني لها أخطاء كتير. في عدد كبير جدا من المؤسسات الخيرية موجودة في قطر. قطر بتستخدمها لجمع أموال من باب الصدقات الزكاة، يعني ممكن تدخل مول كمان تلاقي مثلا موجود صندوق لجمع التبرعات للزكاة ومش عارفة إيه. ده للأسف الشديد بيتم توجيهه وكل الأموال اللي بيتم جمعها لتمويل الجماعات الإرهابية. على سبيل المثال وليس الحصر، مؤسسة رافل القطرية، ودي مؤسسة بتعمل كغطاء لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا وغيرها، ولسنوات طويلة قامت بتمويل جبهة النصرة في سوريا. بيرأس المؤسسة دي شقيق أمير قطر. المؤسسة دي كمان بتمول الجماعات المسلحة في إفريقيا وخاصة في مالي والسودان. طب المؤسسة الثانية بقى الخيرية الكبرى هي مؤسسة الإحسان الخيرية. المؤسسة دي أدرجتها مسبقا دول المقاطعة الأربعة، الإمارات، مصر، السعودية، البحرين، على قوائم الإرهاب. بيرأسها عبد الله اليزيدي، وبدأت في عام 2017 بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية الداعمة للإرهاب لتنفيذ مشاريع في اليمن. الكلام ده وفقا لتقارير صادرة عن الجمعية الخيرية اليمنية نفسها، لما اتفاجئوا ان هذه المؤسسة بتجمع الأموال علشان يتم الإضرار باليمن، وحصل للأسف الشديد. ثالث مؤسسة هي مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ودي طبعا ذراع قطر في أوروبا. المؤسسة دي مملوكة للشيخ عيد ابن محمد الثاني، واتهمته إدارة الجمعيات الخيرية بكندا بدعم الإرهاب، وتم اكتشاف أهدافها لما قدمت المؤسسة دي طلب للحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وكان عليها طبعا الكشف على جميع المنظمات اللي كانت تابعة لها في أوروبا، وطبعا تم اكتشاف إنها مرتبطة بمنظمات تدعم الإرهاب. الغريب بقى إن رغم معرفة كل الدول حقيقة هذه المؤسسات، لكنها ما زالت بتمارس عملها لغاية وقتنا ده. وده اللي بيخلينا نشك بقى إن في دول غربية بتدعم وتساند قطر في الإرهاب الذي تقوم به وسياساتها كمان. يا ترى إيه حقيقة هذا السؤال؟ ده بوجهه لدكتور محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك كل الساده المستمعين والمشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني من الواضح ان قطر بتقوم بتوظيف المؤسسات الخيريه لدعم الارهاب، ورغم اكتشاف ده في عدد كبير جدا من الدول سواء كان داخل قطر نفسها او خارجها في الدول الاوروبيه، لكن هذه المؤسسات ما زالت موجوده وبتقوم بنفس الدور. ده تترجمه بايه؟ اترجمه برسائل اساسيه. اولا الدول الغربيه أو ما يصطلح على تسمياته في المجتمع الدولي سواء كدول أو كمؤسسات أو منظمات أو هيئات دولية بتمارس سياسة ازدواج المعايير، بمعنى أن لديها مصلحة في استمرار مثل هذا الوضع. أولا قطر تمثل مخلب قطب للعديد من سياسات أجهزة الاستخبارات الغربية. قطر هي الدولة الرئيسية التي لديها همزات وصل وقنوات اتصال حقيقية مع الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية. ولذلك نجد أن على سبيل المثال يوجد مقر لحركة طالبان يتم استضافة فيه الحوار مع الولايات المتحدة داخل الدوحة. الأكثر أهمية من ذلك أن قطر تعرف كيف تستخدم أنسنة الجماعات الخيرية في الأغراض الإرهابية. القايمة من المؤسسات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة الإحسان ومؤسسة العيد، نحن نتحدث عن أفراد داخل الأسرة الحاكمة القطرية لديها أصابع واضحة ومباشرة في دعم هذه المؤسسات وتوظيفها بما يخدم السياسة القطرية، لأن جوهر السياسة القطرية أستاذة رانيا قائم حول زرع اللا استقرار. صحيح. قطر تكيد بشكل رئيسي العلاقات المنتظمة مع الفواعل العنيفة من غير الدول. يعني قطر لديها مسار ثاني وهو مرتبط بدعم الميليشيات المسلحة، الجماعات المتطرفة، التنظيمات الإرهابية، ولذلك نجد أن قطر بتبقى موجوده دايما في اطون الصراعات المسلحه. حضرتك كنت بتقولي من شويه وانا باكد عليه.
وجودها المستمر في القاره الافريقيه لان لديها دور كبير في تجاره الموت، تصدير الاسلحه، توظيف دبلوماسيه الريال القطري بدعم بعض الميليشيات، محاوله الايحاء بانها تتدخل للتواصل ما بين اطراف الصراعات، وهذا ليس حقيقي. جزء منها مرتبط بان قطر تعيش على اداره المخاطر. يعني قطر بتوظف مالها في سبيل ان هي يبقى ليها، على سبيل المثال اولا ترتيب كلمه قطر في توقيتات مختلفه. لكن من الملاحظ ان رغم هذه يعني هذه التحركات القطريه الا ان الدور القطر حصل له انزواء بشكل كبير خلال الفتره الماضيه. اولا الاجراءات التي اتخذتها دول الرباعيه ضد قطر وضد الاقتصاد القطري احدث هزه بدرجه كبيره، مع الاخذ في الاعتبار الملاءه الماليه لدوله قطر، لان قطر دوله لديها موارد ماليه كبيره، لكن هذا ايضا اضعفها اقتصاديا بدرجه كبيره. الاكثر اهميه من ذلك ان السمعه الدوليه اللي حضرتك كنت بتقولي دلوقتي على المؤسسات الخيريه القطريه اللي هي موجوده وفق اذرع لها في مناطق الترابيه في العالم، بنتكلم على افريقيا، بنتكلم على اوروبا، بنتكلم على الشرق الاوسط، لديها ايضا اذرع في اسيا بما يغطي العالم. ده بيوضح طيب الى ان الاذرع القطريه الداعمه للارهاب. بس يا دكتور محمد، ده معناه ان قطر بتستغل اموال الشعب القطري في العمليات الارهابيه، لما حد من الشعب القطري يضع اموال زكاه او يضع اموال صدقات في هذه الصناديق او هذه او يقدم تمويل للجمعيات الخيريه بقصد خيري، وتقوم يعني حاكم قطر باستغلال اموال الشعب القطري في العمليات الارهابيه، ده كده خداع كبير للشعب القطري. هل ده واصل له؟ اعتقد واصل للراي العام القطري، لكن لا يوجد لدى الراي العام القطري او المواطن القطري قدره على تغيير الواقع. يعني كما تعلمي حضرتك القدره على تكميم الافواه داخل قطر عامله ازاي، حال المواطن القطري اللي هو في الاغلب العام ان هو اوضاعه الماليه مستقره بدرجه كبيره على نحو لا يجعله يفكر الى اين تذهب اموال الشعب القطري بشكل او باخر، علاوه على سياسه الترهيب طوال الوقت التي يستخدمها النظام القطري بالامساك بالعصا في مواجهه خصومه بشكل كبير. وكما تعلمي ان السنوات الثلاث الماضيه خرجت بعض الاصوات من الاسره الحاكمه القطريه المناهضه للسلوك الذي يتبعه نظام الشيخ تميم بن حمد الذي اضر بمجتمعه واضر ايضا بمحيطه الخليجي وبغواره الاقليمي ايضا، لان قطر لديها دور رئيسي في زعزعه الامن والاستقرار في الاقليم بل في العالم ككل. فكره ان هي عندها صناديق بتجمع منها النذور بقى والاموال اللي بطرق غير شرعيه، دي بيخليني احس انها عندها نوع من الاسقاط، يعني هي بتحاول دلوقتي تثير البلبله على الصندوق السيادي، بتقول ان هو ده صندوق نذور. نوع من الاسقاط. يعني هي بتقول ان الصندوق السيادي من خلال قنوات الاخوان، يعني ما هم مرتبطين ببعض وهي الدعم طبعا الرئيسي، ان هو كصندوق يعني يعني نفس الفكره صندوق نذور. والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اصل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمثل عقده للنظام القطري بدرجه كبيره. اولا وعندهم حق، عندهم حق الصراحه. يعني اول حق بجد، اولا مصر يعني هي التي اسقطت مشروع الحكومات الملتحيه الذي كانت تدعمه السياسه القطريه في الاقليم بدعم تيارات الاسلام السياسي وتحديدا فروع جماعه الاخوان في الاقليم. اولا فشلت كل المحاولات لزعزعه الامن منذ ثوره 30 يونيو حتى 2020، وان شاء الله على طول بحكم التصدي لكل المخططات. اولا هناك ايحاء بان محاولات وقيعه ما بين الجيش وما بين الشعب لم تنجح. اولا ان يكون هناك محاولات للدعم بان هناك افلاس للاقتصاد المصري واصبح هذا ايضا بغير محل.
نوع من الترويج الشائعات. هي الأذرع اللي بتستخدمها يا فندم يا إما العمليات الإرهابية أو ترويج الشائعات من خلال طبعا الخلايا الإلكترونية، فهذا الوحيد الذراع الوحيد اللي بقى لها. لكن الحمد لله احنا انتصرنا على ما يعني محاولات العمليات الارهابيه اللي كانت بتقدم. انما فكره ان تكون قطر يعني بتبص لمصر بانها الدوله العليا وانها لا تستطيع ان تصل لهذا النجاح، ففكره انها تنظر لها بانها قزمه صغيره بالنسبه لمصر الناجحه الكبيره، فطبعا لابد ان نشفق عليها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه على هذه الايضاحات.